اخيرا نفذ حكم الاعدام في 3 اشخاص في الكويت في طريقه الشنق او بطريقه الشنق، هل هذا موقف الشرع موافق للشرع الشنق؟ يعني الذي يظهر ان ينبغي بالاعدام ما هو الاسهل، الذي صلى الله عليه وسلم قال اذا قتلتم فاحكموا قتلا، والذي بلغنا ان الشنق غير طيب وانه فيه تعذيب، فلا ينبغي الشنق، بل ينبغي هذا تاسم باعداء الله، بل ينبغي يقتلوا بالسيف، لان قصه السيف بيد الرجل العارف والسيف جيد يريح اكثر وينهي الموضوع بسرعه، فلا ينبغي ان يقتل بالشنق ابدا.